الطفش الطفش والله الطفش سوك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? Thank you very much for a good hospitality. You've got different tenses. You see? Yeah, tenses. So different tenses over there. Pilanesberg, Sun City. Do you know Sun City? Yeah. This is Sun City. You know what happens? You're tired now. Relax. By 1 o'clock. Okay. You can go if you want. You go. It's about this one. This means that from yeah. This is about the museum. Where the history of South Africa happens. Yeah. Do you remember? Did you take commission from him? No. From them? Okay. مفيش عشان فاميلي يعني عشان الاطفال اي مكان مغلق ما نحن الان في منطقة المطاعم في الامبرور بالاس هذه كلها مطاعم A lot of things. الآن معنا مدير المتحف نيلسون مانديلا الأستاذ أحمد العبيدي. تفضل. هذا قسم مانديلا المناهض. قل لنا. زعيم الروحي للنضال الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا. السلام عليكم. اليوم أول يوم في جوهانسبرغ أو أول يوم في جنوب أفريقيا وبعد كده إن شاء الله رايحين على كيب تاون. والله اون تايم قالوا 12:28 دقيقة جاء الباص اللي الشاتل اللي يودي إلى المطار من الفندق. أنا في مجموعة فنادق اسمها الإمبرور بالاس. هذه الفنادق تقع قريبة جدا من مطار جوهانسبرغ. الميزة انك انت اذا ما كنت تبغى تنزل جوهانسبرغ المدينة وتكون جنب المطار بس لمجرد ترانزيت زي كذا يوم. الفندق يغنيك عن انك انت تنزل البلد. الفندق فيه مطاعم متعددة وفيه العاب اطفال وفيه محلات. اختيارات الفنادق كثيرة في هذه المجموعة. في 5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم كذلك للعوائل وللعوائل. الجو في جوهانسبرغ صراحة معتدل جدا اليوم ورائع منعش ما هو بارد. فنرجع نكمل. سبب اختيار هذا الفندق انه انا ما لي غرض في جوهانسبرغ، ما اشوفها صراحة مدينة سياحية مع احترامي. فالغرض من نزولنا لجوهانسبرغ انه مجرد نرتاح لمدة ليلة. هذه حتكون في بداية الرحلة وفي نهاية الرحلة كذلك. شركات الاتصالات في المطار كلها جنب بعض، MTN، فودكوم، سيلسي، كلهم جنب بعض، منافسة شريفة.